طردوا منهم. اللي بليه هومن وش اسمه اخو الثاني سجلت شو اسمه، هم اثنين انطردوا من عند الهلال، واحد ثاني ما ادري شو اسمه، واحد خربها اخر شيء ترى بعد ما انطرد على طول جاء هدف. شو اسمه اللي طلع يوم جاء الهدف؟ علي بليه. لا لا عقب ما انطرد جاء الهدف على طول. لا لا النصر. في واحد طرد بعدين طرد الثاني، خلي الثاني علي بليه يوم صفقه براسه إيه؟ لا 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 في واحد قبله الهلال طرد منهم كريستيانو قام يبكي، وقسم بالله اول مره في حياتي اشوف كريستيانو يصير حكم، صار حكم صار مدرب يا ولد، في صار حكم رايح صار كل شيء كل شيء كل شيء صار هنا. بس تبي صدق امس كل السعوديين متوجين، نعم بحضور ولي العهد. ولي العهد الله يطول في عمره محمد بن سلمان الله يطول في عمره، اقسم بالله لما اشوفه على الشاشه واشوفه في المباراه ان ردت روحي صراحه. هو اسمه ولي العهد محمد بن سلمان، هو يعني حقق احلام كل مواطن سعودي وكل مواطن عربي، هو جعله والله يسلم وجعل عمره طويل. اللهم امين. سوى الشيء اللي ما يتسوى لنا احنا، ف يعني حضوره يعني بحد ذاته يعني احس تتويج السعوديين كلهم العرب لدول الخليج بشكل عام، تتويج توجين حضوره شمس والله جاء حضور قوي، طولوا علي يا ولد وصلوا الى البنتيات بس جاء حضور حضور والله قوي بالله جاء حضور امس والله حضور قوي اي أيوة والله يعني والله متوقع ان النصر رمس شف والله مباراه قويه. الهلال فتح باب كبير للنصر، فتح باب كبير. بتقول لي وش الباب يا خالد؟ ابى اقول لك يا ولد جاء عندهم طرد اثنين، ترى لعيبه الهلال على اخر الدقائق جاهم ارتباك، لا انا قد ما ادري ايش يسوي، لا ندي المثاليه ولكن جاهم ارتباك. سالم الدوسري طلع، هو طلع طرد لا بدلوه، وبليه طلع والثاني طلع، يعني الثاني اللي انطرد اقوى الدفاع للهلال كوليبالي، كوليبالي هو اللي طلع، هذا دفاع قوي واساسي من الهلال، هو اللي طلع من خطا بسيط، يعني هذا راس الحارس، هو يجمع يعني ضربه رجوله في راس الحارس. شوف النصر ترى في حاجه واحده، عنده هجوم قوي لكن دفاع ما في ما في ما في ما في لا هجوم ولا دفاع، لا هجومه لا قوي. لا والله شوف النصر حقاقا للحق النصر ترى هجوم ترى يعني عندهم لعيبه، ما نقول لا عندهم لعيبه طيب. بس انه وش ما في يعني كيف اقول لك، ما عندهم تكتيك ولا عندهم سياسات ولا عندهم، بعكس الهلال دفاع قوي وهجوم قوي. الهلال يعني انت تلاحظ الحركة اللي سواها المدرب الهلال، ترى هذه بحد ذاتها دافع معنوي للعيبة. كيف تقول لي انه مطرود منك اثنين ومبدل سالم، تخيل يلعب في ملعب مبدل سالم يوم انطرد من عندك اثنين وياخذ اللائحة؟ شفت اللائحة هذه؟ إذا أخذها خالد شفت اللائحة؟ أنا متفائل باللائحة هذه، ما أدري إذا أخذ اللائحة ذي أدري إن الهلال فايز خلاص. يقدم يرجع يقدم سالم طلع بدل سالم يلا، ولا كان في طرد ولا كان في شيء. شفت الشيب هذا فيه ثقه، تعرف كراتين الثقه اللي يقولون هذا، الله معطيه كراتين ثقه ما شاء الله تبارك الرحمن. انا متفائل في اللائحه اللي اخذها ذي في نص المباراه قبل المباراه بعشر دقائق تنتهي، لا منك شفت اخذ اللوحه هذه وقام يغير فيها، ادري ان الهلال فايز خلاص. شوف المباراه يعني بكل امانه ترى قويه طولت حتى البلنتيات طولوا فيها، يعني ما بس اللي الصراحة وصلوا إلى سبع أهداف، بس اللي أرفع له صراحة أرفع له القبعة أمس بونو. أنا ما تبعت لايف على طول، تبعت إعادها مقتطفات، اللي ترفع له الرأي بونو، بس والله العظيم أمس أول ارتكالها، لكن اللي خربها حلب ليه أمس يسحب الجوالين في الملعب يا ريجي، بس اللهم لك الحمد خذوها الهلال بكل جدارة بكل محلاتنا. ليش ما فتحنا خرها تمشينا مدريدي ولا تشجع بروسيا دورتموند؟ لا راح أشجع سعودية، وطني حقك، وطني حق. نعم اليوم نهائي أبطال دوري أوروبا